في تمام الساعة 7:30 صباح الخميس 19 مارس عام 2009 وبدون ضجة إعلامية قد تكون مقصودة، رحلت في صمت آخر عضوة في عملية سوزان الشهيرة أو ما يطلق عليها اصطلاحا في إسرائيل فضيحة لافون، نسبة لوزير الدفاع الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي لافون بن حاس. بطلة أولمبية مصرية من الجالية اليهودية، مثلت مصر في أولمبيات سنة 1948 في لندن وتم القبض عليها ضمن شبكة تجسس كبرى عام 1954. حاولت الانتحار في السجن مرتين وتم إنقاذها لتقدم إلى المحاكمة مع 11 جاسوس يهودي آخرين. I was ready to do anything to help Israel. نشرت إحدى الصحف الصهيونية في منتصف العام 1971 خبراً عن حضور جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني وموشي ديان وزير الدفاع وقتها لحفل زواج فتاة في أوائل الأربعينات من عمرها تدعى مارسيل نينون. تنبه أحد الصحفيين الخبر مندهشاً من حضور جولدا مائير وديان حفل زفاف سيدة مجهولة ولا تربطها بهما أي صلة قرابة. سعى الصحفي لمقابلة العروس وأجرى معها حواراً صحفياً لتنكشف له أحداث أحد العمليات التخريبية في مصر والتي خطط لها وزير الدفاع الإسرائيلي في فترة الخمسينيات بن حاس لافون، وكانت العملية تسمى عملية سوزانا وأطلق عليها الصحفي الإسرائيلي اسم فضيحة لافون. ولدت مارسيل نينو في 5 نوفمبر عام 1929 في القاهرة لأبوين يهوديين، وهي الابنة الصغرى لشقيقين. غادر والدها ياكوف نينو بلغاريا إلى مصر هربا من الحرب العالمية الأولى وخوفا من الانخراط في الجيش البلغاري، وكان يعمل تقنيا في شركة فرنسية لتطوير أنظمة المياه، وكان مسؤولا عن تركيب نظام السباكة لفندق الملك داود في القدس حيث عاش هناك لمدة عام تقريبا عندما كانت عائلته تعيش في مصر. أما والدتها فاني بيت حيين فقد هاجرت من تركيا مع والديها إلى مصر بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. التحقت مارسيل بالمدرسة الابتدائية للجالية اليهودية بوسط القاهرة وبرعت في ممارسة الرياضة وعلى رأسها كرة السلة والسباحة والجمباز. بعد وفاة والدها عام 1939 انتقلت مع أمها للعيش في هليوبوليس بمصر الجديدة، وهناك درست في مدرسة سانت ماري الثانوية، وفي نهاية دراستها كانت تتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة. عام 1947 انضمت إلى فريق كرة السلة في النادي الرياضي اليهودي وبدأت السفر في جميع أنحاء مصر المشاركة في المنافسات المحلية، وكانت ضمن فريق منتخب مصر للسيدات في كرة السلة الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 1948. في أعقاب حرب عام 1948 بين العرب والصهاينة في فلسطين، تعطلت الحياة الروتينية لليهود في مصر وأوقفت السلطات المصرية أنشطة النادي اليهودي، واقتربت مارسيل من حركة هاشومير هاتسعير، وهي حركة أقيمت بهدف تنشئة شباب اليهود الصغار على حب أرض إسرائيل وحثهم على الهجرة إليها كوطن جديد لهم، وقامت بدراسة اللغة العبرية. وفي عام 1950 كانت مصممة على الهجرة إلى إسرائيل، ولكن مرض والدتها أجبرها على البقاء في مصر. ثم درست الطباعة والسكرتارية وبدأت العمل كسكرتيرة للمدير في شركة استيراد بريطانية كبيرة في القاهرة، في حين استمرت في ممارسة نشاطها الرياضي. We cooked up a plan to hit targets in Egypt. Lavon said, go ahead, activate the unit. مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين تم إنشاء الوحدة 131، وهي وحدة خاصة تابعة لدائرة مخابرات أركان جيش الدفاع الإسرائيلي والتي كانت تتعامل مع المهمات الاستخباراتية خلال الحرب. وفي عام 1951 تم إرسال أحد ضباط هذه الوحدة وهو أفراهام دار، واشتهر باسم جون دارلينج، وهو يهودي بريطاني أرسل إلى مصر لتجنيد يهود صهاينة شباب واستخدامهم لمهام جمع المعلومات في إطار عمل هذه الوحدة. وهناك بعض المصادر تقول أن تاريخ تجنيد هؤلاء العناصر لم يكن معروفا بالتحديد، ولكنها ترجح أنه تم تجنيدهم في صيف عام 1943.
ونجح دارلينج بالفعل في تجنيد عدد من شباب اليهود المقيمين في مصر المنتمين إلى الوكالة الصهيونية والتي كانت تعمل في الخفاء على نقل اليهود لإسرائيل الجديدة، وهم الطبيب موشيه مرزوق والذي كان يعمل في المستشفى الإسرائيلي بالعباسية، وقد ترأس الشبكة صمويل عزار ومعهما كل من فيكتور ليفي وروبير داسا وفيليب نتنسون ومائير زعفران ومائير ميوحاس وإيلي جاكوب وتسازار كوهين وإيلي كوهين. ثم انضم إليهم الضابط الإسرائيلي الألماني الأصل مائير أو ماكس بينت، وهو نفس الجاسوس الإسرائيلي الذي دبر تفجيرات في بغداد عام 1951 ضد الجالية اليهودية في العراق لزرع العداوة والكراهية بينهم وبين باقي العراقيين لحثهم على الهجرة إلى إسرائيل. وكانت مارسيل نينو هي الفتاة الوحيدة التي تم تجنيدها في هذه الشبكة، وكانت وظيفتها هي التنسيق والتواصل بين أعضاء الشبكة المتواجدين في القاهرة والإسكندرية، وقدمها أبراهام دار لأعضاء خلية القاهرة وسافر معها إلى الإسكندرية لمقابلة أفراد الخلية هناك. في عام 1954 بعد أن اتفقت مصر وإنجلترا على كافة بنود الجلاء الإنجليزي عن الأراضي المصرية، وضعت المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خطة للتخريب في مصر تعتمد بالأساس على القيام باعتداءات على دور السينما والمؤسسات العامة وبعض المؤسسات والهيئات الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية، على أمل أن تؤدي هذه الأعمال إلى توتر العلاقة المصرية الأمريكية وعدول بريطانيا عن إجلاء قواتها من السويس. صدرت الأوامر مباشرة من وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها بنحاس لافون بضرورة تحرك الشبكة لتنفيذ المهام المطلوبة منها. In Cairo, I went to one cinema. My friend went to another. I put the bomb under an empty seat. كانت التعليمات تصل من إسرائيل إلى الخلية التخريبية من خلال راديو إسرائيل وبالتحديد من خلال برنامج منزلي يومي، وفي أحد حلقات البرنامج أطلقت إسرائيل كلمة السر لبدء العملية، والتعليمات كانت واضحة وصريحة: تفجير سيارات الدبلوماسيين والرعاية الإنجليز والأمريكيين وضرب المؤسسات الاقتصادية والمراكز الثقافية والإعلامية. في 2 يوليو عام 1954 كانت أولى العمليات الإرهابية للشبكة، نجحوا فيها بتلغيم مكتب البريد الأمريكي في مدينة الإسكندرية بطرد صغير الحجم في البداية مما أسفر عن حريق المكتب وعدد من الضحايا. وفي 14 يوليو نفذت الشبكة عملياتها الثانية عندما زرعت قنابل حارقة في مقر المكتبة الأمريكية بالقاهرة والإسكندرية في توقيت واحد مما أدى لحرائق وإصابات بين العاملين والمترددين على المكتبتين. تعاملت الصحافة المصرية وقتها مع هذه الحوادث باعتبارها ماس كهربائي. وفي 23 يوليو أثناء احتفالات الثورة كان من المفترض وضع متفجرات في محطة القطارات ومسرح ريفولي بالقاهرة وسينما مترو وريو في الإسكندرية، غير أن سوء الحظ لعب دوره واشتعلت إحدى المتفجرات في جيب العميل فيليب نتنسون المكلف بوضع المتفجرات بدار سينما ريو فأنقذه المارة. ولسوء حظه تواجد رجل شرطة في المكان والذي تشكك في تصرفاته فاصطحبه إلى المستشفى بدعوى إسعافه من آثار الحريق، وهناك قال الأطباء أن جسم الشاب ملطخ بمسحوق فضي لامع وأن ثمة مسحوق مشابه في جراب نظارة يحمله في يده، ورجح الأطباء أن يكون الاشتعال ناتج عن تفاعل كيميائي. وبتفتيش الشاب عثر معه على قنبلة أخرى فتم اعتقاله، وبالتحقيق معه قال أن اسمه فيليب نتنسون يهودي الديانة وعمره 21 عاما وجنسيته غير معروفة. وبتفتيش منزله عثر على مصنع صغير للمفرقعات ومواد كيميائية سريعة الاشتعال وقنابل حارقة جاهزة للاستخدام وأوراق تشرح طريقة صنع القنابل. وبناء على اعترافات نتنسون تم القبض على كل من فيكتور ليفي وروبير داسا، وأصر الثلاثة أثناء التحقيق على أنهم يعملون بشكل فردي دون محرضين أو ممولين، وذكروا أن دافعهم لتلك العمليات هو حبهم لمصر ومساهمة في قضيتها الوطنية، ولكي يعرف الإنجليز والأمريكان أنهم سيخرجون من مصر بالقوة والإرهاب. وبمواصلة التحريات تم القبض على صمويل عزار وهو مؤسس خلية الإسكندرية. ومن اعترافات عزار وصلت السلطات إلى مائير ميوحاس اليهودي ذو الأصل البولندي، وكان أخطر ما اعترف به ميوحاس هو إشارته إلى جون دارلينج الذي اتضح فيما بعد أنه قائد الشبكة ومؤسس فرعيها بالقاهرة والإسكندرية وأحد أخطر رجال المخابرات الإسرائيلية في ذلك الوقت. كما كشف ميوحاس عن الطبيب اليهودي موشيه مرزوق المسؤول عن فرع القاهرة وتم القبض عليهم. ومن اعترافاته تم القبض على ماكس بينت وإيلي جاكوب ويوسف زعفران وسيزار يوسف كوهين وإيلي كوهين. ونجح
إفري جلعاد في الهرب من مصر قبل القبض عليه، وكانت إسرائيل تساورها الشكوك في تورط جلعاد في خيانته للشبكة بإدلاء معلومات للمصريين. وقد حكم جلعاد في إسرائيل فيما بعد بتهمة الاتصال بعميل أجنبي وشهادة الزور، وسجن لمدة 10 سنوات. ووفقا لشهادة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بنيامين جيبلي، قال إن هدفهم كان منع تنفيذ القرار البريطاني بالانسحاب من مصر، وكذلك ليضع اليهود المصريين في وضع حرج مع السلطات المصرية، مما يدفعهم في النهاية إلى الهجرة لإسرائيل المحتلة. وتحقيقا لهذه الغاية تم تعيين هذا الفريق لهذا الغرض. وقال إنه تلقى أمرا مباشرا من وزير الدفاع بنحاس لافون بتنفيذ هذه المهام، مدعيا أنه لم يناقش هذه المسألة معه ولو حتى مرة واحدة. في حين تم اعتقال أعضاء الشبكة في القاهرة والإسكندرية، كانت نينو في مدينة رأس البر الساحلية وسمعت شائعات بأن أصدقائها قد تم اعتقالهم. وعندما عادت إلى شقتها في القاهرة أحرقت كل ما يمكن أن يثبت تورطها في أي أعمال تخريبية أو تورطها مع باقي أعضاء الشبكة، ثم ألقي القبض عليها في اليوم التالي لعودتها للقاهرة، وتم اقتيادها إلى الإسكندرية للتحقيق معها، حيث حاولت الانتحار بقطع شرايينها وقد أصيبت بجروح بالغة، وتم نقلها إلى المستشفى لعدة أشهر، ثم اقتيدت إلى المحاكمة. وظلت نينو على ثباتها أثناء التحقيقات في إنكار كل التهم الموجهة إليها، ثم حاولت الانتحار مرة أخرى وتم إنقاذها للمرة الثانية حتى صدور الأحكام العسكرية عليهم جميعا. بعد القبض على أعضاء الشبكة أنكرت إسرائيل صلتها بالعملية، واعتبرت أن هذه فرية تم اختلاقها لإيجاد مبرر لتعذيب اليهود المقيمين في مصر. في 11 ديسمبر عام 1954 جرت محاكمة أفراد الشبكة في محكمة القاهرة العسكرية، والتي أصدرت أحكامها كالتالي: الإعدام شنقا لموشي مرزوق وصمويل عزار، الأشغال الشاقة المؤبدة لفيكتور ليفي وفيليب نتنسون، الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمارسيل نينو وروبير داسا، الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات لمائير يوسف زعفران ومائير صمويل ميوحاس، وبراءة إيلي جاكوب وسيزار يوسف كوهين وإيلي كوهين. أما ماكس بنت فقد تم تجاهل الأحكام عليه لانتحاره في السجن، وأعيدت جثته لإسرائيل بعد ذلك بأعوام. في أعقاب المحاكمة حاولت إسرائيل سرا استرضاء مصر للإفراج عن أعضاء التنظيم، وبعث الرئيس الأمريكي أيزنهاور برسالة شخصية للرئيس عبد الناصر يطلب الإفراج عن المحتجزين لدوافع إنسانية، وبعث أنتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا ووينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني ومسؤولين فرنسيين بخطابات وطلبات مماثلة، غير أنها جميعا قوبلت بالرفض. وفي 31 يناير عام 1955 تم تنفيذ حكمي الإعدام في مرزوق ودفن بمقابر اليهود بالبساتين، وصمويل عزار ودفن بمقابر اليهود بالإسكندرية. ظلت إسرائيل تواصل ضغوطها الدولية على مصر لمدة 7 سنوات كاملة، حتى تم الإفراج عن 2 من جواسيسها وهما مائير صمويل ميوحاس ومائير يوسف زعفران، وتسليمهما إلى تل أبيب، وذلك في صفقة سرية لتبادل الأسرى مع مصر بعد اعتقال عدد من الجنود المصريين بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. ثم جاءت هزيمة العرب في 5 يونيو عام 1967 أمام إسرائيل لتضع مصر في مأزق تاريخي، ولتعطي إسرائيل فرصة ذهبية لاسترداد جواسيسها مقابل الإفراج عن الأسرى المصريين في تلك الحرب. ولكن عملية الإفراج عن جواسيس إسرائيل جاءت في سرية تامة بناء على طلب الرئيس جمال عبد الناصر. وفي 2 يناير عام 1968 بدأت مصر في الإفراج عن الجواسيس الإسرائيليين في مقابل الإفراج عن الأسرى المصريين في السجون الإسرائيلية، حيث سافر سرا فيليب نتنسون إلى جنيف بسويسرا طبقا للاتفاق، وسافر فيكتور ليفي إلى أثينا باليونان. وفي 13 يناير عام 1968 كان كل جواسيس فضيحة لافون بمصر وعلى رأسهم مارسيل نينو قد تم الإفراج عنهم وسافروا إلى تل أبيب. وفي نهاية عام 1968 أرسلت مصر بناء على طلب تل أبيب رفات كل من الجاسوس موشي مرزوق وصمويل عزار سرا إلى إسرائيل بعد استخراج رفاتهما من مقابر اليهود بالقاهرة والإسكندرية. بعد وصولها إلى إسرائيل حصلت مارسيل نينو على رتبة مقدم في سلاح المخابرات الإسرائيلية، وقامت بدراسة اللغة العبرية، كما درست الأدب الإنجليزي والأمريكي وتاريخ الفن في جامعة تل أبيب. وفي عام 1971 التقت بزوجها إيلي بوغر وعاشت معه لسنوات عديدة في مستوطنة رامات هاشارون بفلسطين المحتلة.
في عام 2005 قام الرئيس الإسرائيلي موشي كتساف ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحضور احتفالات جهاز الموساد الإسرائيلي بمناسبة مرور 65 عاما على إنشائه. وقام نتنياهو كما ذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية بتكريم ضابطي الموساد اللذين خططا ونفذا خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي لمجموعة التفجيرات التي استهدفت مناطق حيوية في القاهرة والتي عرفت بقضية لافون، وهما الضابطين مارسيل نينو وروبرت داسا. وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو منحهما شعار الموساد الذي يرمز إلى الشجاعة في تنفيذ المهام داخل الدول العربية. تم إسدال الستار على آخر ما تبقى من فضيحة لافون بموت مارسيل نينو صباح الخميس 19 مارس عام 2009، وكانت في آخر حوار لها مع إحدى الصحف الإسرائيلية قد قالت إنها لن تنسى دوما أنها مصرية وأنها قد غرر بها في عملية سوزانا.